هي لم تفهمها، هل ممكن مثلا أن يكون فيها طلب من السلطات المصرية بأن يرحلوك إلى مصر؟ هل هذا وارد؟ ما الذي أفادك به محاميك؟ عفوا يا غابة، عفوا يا غابة، سؤالك لأن كان يكلمني الضابط. سألتك عن إمكانية الترحيل إلى مصر. لا أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن يحدث على الإطلاق، وإلا ستكون كبرى الفضائح للسلطات الألمانية. الأمور معقدة للغاية وليست بهذه السهولة. القصة هنا ليست تسليمي إلى مصر، ولكن القصة كيف للسلطات الألمانية أن توقفني على قضية من نظام استبدادي، نظام معروف بإجرامي وبتجاوزاته، وتوقفني على قضية أنا الأنتربول مبرأني لها بحجة أن الأنتربول طلبني يوم 14 يوم 2 أكتوبر، وأنا يوم 21 معايا فك براءة من الأنتربول.